بإذن الله ان شاء الله. معانا صورة كابتن ان شاء الله هتنزل لنا دلوقتي، عايزين بس نشوف الصورة وهنعلق كلنا عليه. بص يا كابتن، ده الدكتور احمد ابو عبله بالظبط بيعالج احد لاعبي فريق الهلال السوداني. تمام. هو هنا النهارده كابتن، هو كان عنده ايه؟ بص يا كابتن، احنا بنتكلم على دكتور حاسس، عنده حس، هو كان قريب بالفعل، ولكن هنا بنتكلم على دكتور كابتن ايه؟ ما استناش طبيب النادي الهلال اللي هو في الدكه البعيده ان هو يروح، وبالتالي هنا تصرف جميل جدا جدا جدا، وتدل على عمق العلاقات بين النادي الاهلي والسوداني، الشعب المصري. النهارده دي حاجه جت من ايه؟ منه. يعني انا كطبيب النادي الاهلي النهارده دي حاجه نبع منه، هو ما حدش قال له انزل، ولكن دي بتدل على ايه يا كابتن؟ ان احنا شعب جميل جدا جدا، شعب يعني عاطفي، اي موقف هتلاقينا بنشتغل بشكل ايجابي جدا. انا بحيي طبعا دكتور احمد ابو عبله على هذه الحاله، التدخل السريع اللي كان ممكن النهارده يعني يحصل اصابه للاعب نتيجه تاخر طبيب النادي. العلاقات بيننا وبين اخواننا جميله جدا 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 طبعا، الهلال السوداني طبعا، كابتن احنا شعب بنحب الناس كلها على فكره، الشعب المصري طبعا. ولا رايك يا كابتن شريف؟ لا طبعا، ده اللي احنا اتكلمنا على العلاقه، ده عندنا بيننا وبين بعض شريان الحياه النيل. صحيح. النيل بيربطنا والصوره ابلغ تعبير، يعني اخواتنا السودانيين هنا في مصر. صحيح. لو تشوف كم مليون هتحس بنفس اللي احنا فيه ده دلوقتي. صحيح يا كابتن، هذه الصوره بتعبر، يعني هي صوره معبره عن اللي جوانا. هي النادي جاز للدكتور احمد ابو عبله كابتن، شكله جاهز على الدخول السريع. هو ليه قال ان هو يروح للرجل البرازيلي ده؟ هو تصرف طبيعي تلقائي، يعني حاجه جميله جدا جدا. ممتاز. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس، اتعطينا كالعاده. شكرا كابتن ايمن، ودايما بالتوفيق كده للنادي الاهلي في القادم باذن الله. يا رب ان شاء الله. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الهلال السوداني والاهلي المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي في بطولة أفريقيا بداية دوري المجموعات للنادي الأهلي. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله المرحلة القادمة. حابب في النهاية أشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا وأمتعونا النهاردة، كابتن شريف عبد النعيم، ألف شكر يا كابتن، أمتعتنا. أشكرك كابتن أيمن، بشكر كباتن كلها. كابتن أسامة عرابي، أمتعتنا كابتن، ألف شكر. شكرا لك. كابتن علاء مهيوب، ألف شكر يا كابتن، أمتعتنا. شكرا. كابتن أحمد بلال هداف، أمتعتنا، ألف شكر. كنا محتاجينك النهاردة. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.